شوف الأفوكادو شلون شبه بيضاوية. سو بنرسمها من هالجهة على السيدي. كالعادة رسم على السيدي، أول شي نحط أبيض. الحين باخذ الفرجار بسوي دائرة بهالشكل على السيدي. الحين نزلت هنا أخضر وهنا أخضر، أصفر وأبيض بخلطهم يا بعض. بنزل هنا بني غامق، بني أفتح هنا، بخلط أخضر غامق وبني غامق. شوف الألوان اللي صارت عندنا، يلا نبدي تلوين. ببدي بهالأخضر وبحطه حول السيدي، بعدين باخذ هذا اللون بحطه في هالسبيس وبدمجه ويا الأخضر. شوف شلون صار السيدي. الحين باخذ هالبني بلون بهالدائرة، باخذ البني الغامق بحط منه هالجهة وبدمجه ويا البني الأوريدي حطيته، باخذ شوية أبيض بحطه هني وبعد بدمجه يا البني. أخش بالفرشاة الصغيرة باخذ أخضر غامق وبحطه حول السيدي. خلاص، إيش رأيكم بالأفوكادو؟ وهذه الأفوكادو من بعيد صراحة كانت 3D.